طيب الناس عارفة طرق أصلاً الـ differentiation جاية منين كلها؟ حد عارف منين؟ من مين؟ ماشي دي معناها، لكن عارفين كل الإكويشنز جاية من طريق expansion معين، حد عارف اسمه ايه؟ بالظبط اللي هو تيلر expansion، كنت خدتوه في إعدادي؟ طيب هي كل الـ approximations دي جاية من الـ تيلر expansion. ركزوا بس في ترم كده بنكتبه في الآخر بتخدته algorithm صح؟ فعارفين الـ big O notation تمام. طيب انا بس عايز ابدا بالبيج او نوتيشن عشان في اسئله بتجيلي ناس بتقول لي هو ايه احسن طريقه نشتغل بيها، ساعات يقول لك قول لي ايه احسن طريقه هتطلع لك اقل ايرور او احسن ابروكسيميشن. طيب بصوا هنا كده على الايرور، الايرور اوردر بتاع مين؟ مين الدلتا اكس دي؟ حد عارف مين الدلتا اكس؟ اللي هي الستيب سايز اللي انت بتاخدها علشان تحسب الديفرنشيشن بتاعك. طيب بصوا كده على السنتر ديفايد ديفرنس، هي الاوردر بتاعها دلتا اكس بس معمول له ايه؟ سكوير، لكن الباقيين الاوردر بتاعهم مين؟ الدلتا اكس بس. طيب هي الدلتا اكس ده المفروض بيبقى رقم كبير ولا رقم صغير ولا رقم عامل ازاي؟ ماشي على حسب الخطوه، بس يستحسن تاخد خطوه كبيره ولا خطوه صغيره؟ حلو خطوه صغيره. على فكره هو في الحقيقه لما الناس بتيجي تشتغل حتى اغلبيه الالجوريزم بتاعت بتاعت الاوبتمايزيشن لما بيجوا بيعملوا اوبتمايزيشن لاي بروبلم، هو دايما بتبقى الطرق دي بتبقى ايتريتيف، يعني يقول لك في كذا ايتريشن، بعد كل ايتريشن بيحاول يحسن الريزلت عن الايتريشن اللي قبله. طيب الكلام ده بيعملوه ازاي؟ او عندنا هنا في النيوميريكال هتلاقوه الستيب سايز، يعني عاده مثلا بتبدا بستيب سايز ممكن واحد، ممكن تبدا بنص. طب وبيعملوا ايه؟ بيحاولوا كل مره يقللوا الستيب سايز دي، ياخد نص الستيب سايز. طيب امتى بيقف؟ ما هو طالما احنا عندنا لوب قاعدين بنلف في ايتريشنز كده يبقى لازم عندنا ستوبنج كرايتيريا. ايه اللي ستوبنج كرايتيريا عندهم؟ حد يقدر يقول اي حاجه؟ طب انت معكش الترو فاليو فمش هتعرف تجيب الترو ايرور، لكن ممكن تبص على مين بالظبط؟ الريليتيف، او سيبنا من الريليتيف او مش ريليتيف، هو في الاخر الابروكسيميت ايرور، يعني بتبص ما بين الايتريشن والثانيه الرقم شكله ابتدى يثبت كام ديجيت. تمام برضه عشان اقول لكم الحقيقه مش دايما الرقم بيثبت، يعني ممكن ساعات بيبقى في حاجه في الاوبتمايزيشن بتلاقيه بيلف حاجه اسمها سبايرل كده، يعني تلاقي الفاليو وانت قاعد بتلف حواليها، يعني بتلف حواليها مره تلاقي الايرور بنص مره تلاقيه بناقص نص بلس نص ماينس نص، قاعد بتلف حوالين الرقم لكن قاعد ايه مش بتقرب منه. بتحصل ساعات في الاوبتمايزيشن. ف هنبص عندنا هنا الستوبنج كرايتيريا، عندنا ان كان عندنا الستيب سايز هتلاقيه في الاخر هو رقم، هنبص كده لما نلاقي ارقام معينه بتزيد. طيب تعالوا نبص كده، هو دول بيتهيألي الدكتور قالت لكم اكيد تحفظوهم، هما دول اصلا من الايكويشنز هما معناهم مفهوم قوي. احنا عندنا ثلاث طرق للديفايد ديفرنس، عندنا في الفورورد. طيب الفورورد معناها ان انا باخد ايه؟ باخد نقطه لقدام بالظبط، فهو الفرق ما بين النقطه اللي هي عند الاي بلس 1، مين النقطه الاي بلس 1؟ هي النقطة اللي هي بتاعت اكس اي وازود عليها مين؟ دلتا اكس. هي دي اصلا لو رسمت التيركل بتاعه وكأنك بتجيب السلوب ما بين ايه؟ نقطتين، هو فرق الوايات على فرق مين؟ فرق الاكسات. طيب نفس الكلام بس هتلاقوه في الباكورد، الباكورد انت بتبص على نقطة ايه؟ قبلك ولا بعدك؟ هتلاقوه هو الفرق ما بين النقطة اللي هي الاكس اي والاكس اي ماينس 1 وبرضه على فرق الاكسات. طب امال السنتر ديفايد ديفرنس دي بيعمل ايه؟ بالظبط بياخد النقطه اللي قبله ونقطه اللي بعده يشيلهم من بعض يقسم على فرق الوايات عنده اللي هو فرق مين اللي هو 2 دلتا اكس. طيب هي دي الابروكسيميشن بتاع الفيرست اوردر ديريف. طيب حد عارف السكند اوردر؟ حد يقدر يقول لنا السكند اوردر كده؟ تعالوا كده نمشي في كل واحد، خلينا نتفق هو احنا في السكند اوردر محتاجين كام نقطه بالظبط؟ دايما هتحتاج 3 نقط. ايه 3 نقط؟ في حالة الفورورد هنقول ان احنا النقطة اللي واقفين عندها اللي هي نقطة مين؟ اللي هي الاكس اي، هتبقى عبارة عن مين؟ ها؟ حد فاكر؟ تمام، هي الاف عند، ايوه هما المفروض كده هترص الثلاث نقط بتوعك اللي هما الاكس اي بلس 2 والاكس اي بلس 1 والاكس اي، نعمل ايه فيهم؟ تمام
هو هتلاقوا هنا دي دايما ماينس 2 دايما هنا بلس او من الاخر كده يعني لو اكنك جمعت الكوفيشنز اللي فوق هتلاقيها كانها بصفر يعني اللي هي 1 و1 وهنا الاثنين. طيب بنقسم على مين؟ دلتا اكس ولا الدلتا اكس سكوير؟ بالظبط. حد عارف الاوردر بتاع الايرور؟ تهيألي هو ده غلط، هو مكتوب هنا اوردر دلتا اكس بس تهيألي هو اوردر دلتا اكس سكوير، هو سكوير صح؟ خلينا نبص عليه دلوقتي. طيب حد عارف في الباكورد عندنا هو مين؟ الباكورد كده تعالوا نرص نفس الايكويشن كده لنقط الباكورد. عندنا اكس اي وعندنا مين بقى؟ انا ما عنديش اي نقطه بعد كده، عندي نقط الايه؟ اللي قبله. مين النقط اللي قبل اكس اي؟ بالظبط. هتلاقي عندك هنا نحط هنا مين بقى؟ f of x i minus 2 f of x i minus 1 plus ال f عند x i minus 2. الكلام ده كله مقسوم على برضو الدلتا x معمول لها سكوير. هو غالبا الاوردر بتوع دول دلتا x زي ما هم. طيب هنا في السنتر كده حد يقولي عندنا الاف دبل داش اكس اي، مين الثلاث نقط اللي هاخدهم؟ انتوا فاهمين في الفورورد انا باخد الاكس اي واخد اتنين بعدها، في الباكورد باخد الاكس اي واخد اتنين قبلها. طب متوقعين السنتر ده ياخد مين؟ بالظبط الاكس اي واحده قبلها واحده بعدها، فعندنا الاف دبل اكس الاف دبل داش بتاعت اكس اي هي الاف عند اكس اي بلس 1 ناقص 2 اف عند اكس اي بلس f of x i minus 1. كل الكلام ده على دلتا x معمولها سكوير. هنا الاوردر برضه عندنا هو اوردر بتاع دلتا x سكوير. طيب هل هم دول طرق الديفرنشيشن بس اللي عندنا؟ حد يعرف طريقه ثانيه؟ هي في طريقه ثانيه الدكتور اديتها في المحاضره. هو انا ليه بعمل ديفرنشيشن بالطرق دي؟ عشان معايا ايه بس؟ معايا نقط، معيش الفانكشن نفسها صح؟ طب احنا الاسبوع اللي فات او الاسبوع اللي قبل اللي فات اخذنا ايه اللي علينا الكويز فيه النهارده؟ الانتربوليشن. يعني انا ممكن طريقه ثانيه ان انا اخد النقط دي واجيب بيها مين؟ بالظبط اجيب منها ابروكسيميشن للفانكشن عن طريق الانتربوليشن. بعد كده اعمل ايه في الانتربوليشن؟ هو الانتربوليشن بيطلع لي فانكشن شكلها ايه؟ شكلها بالظبط. كنت قلت لكم الاسبوع اللي يعني السكشن اللي فات ان فايده الانتربوليشن انا بعمل بولينوميال، ان البولينوميال سهل في حاجتين. سهل في ايه؟ بالظبط من ضمن الحاجات اللي هو الحلو فيها ان هو سهل في الديفرنشيشن والانتجريشن. طيب تعالوا نبدا نحل شويه اسئله كده. لو كتبت هنا الناس هتشوف ولا اجيب البورد في النص؟ طيب طيب خلينا نبص على اول سؤال كده في الشيت عندنا. اول سؤال في الشيت عندنا بيقول لنا ان عندنا ال f of x هي equal ال x سكوير في 2 to the power x. طيب طالما مديك الفانكشن يبقى غالبا هيطلب منك في ايه بعد كده؟ بالظبط غالبا هيكلمك عن الترو ايرور يعني. طيب خلينا نبص كده في السؤال ده بيقول لك اول حاجه هات لي الاف داش عند 0.5 باستخدام الفورورد والباكورد والسنتر والديفرنس فورمولا، ومدينا الدلتا اكس عندنا ايكوال 0.4. طيب لو عندنا الدلتا اكس 0.4 وعندنا عايزين نحسب الدريفتيف عند 0.5، ال 0.5 دي بالنسبه لنا هي مين؟ هي الاكس اي. طب مين اكس اي بلس 1؟ ايوه. طيب يعني انا كده محتاج لو انا هجيب الفيرست اوردر دريفتيف، بصوا كده في الايكويشنز اللي هناك، لو انا بالفورورد محتاج الاكس اي بلس 1 بس صح؟ بالباكورد محتاج الاكس اي ماينس 1 بس. طب في السنتر محتاج برضو الاكس اي بلس 1 والاكس اي ماينس 1. يعني انا كل اللي محتاج اجيبه دلوقتي محتاجين نجيب الاف عند 0.5، محتاجين نجيب الاف عند مين بقى؟ عند 0.1 بالظبط كده. محتاجين نجيب الاف عند مين؟ حد عارف ثالث نقطه؟ بالظبط اللي هي 0.9.
يا بجمع دلتا اكس يا بشيل الدلتا اكس. طب حد حسب دول؟ طيب بص، لو حد ما حسبهمش، عندنا هنا الفانكشن عند ال 0.5 عندنا هي 1.5115. لا دي ال 0.9 سوري، دي 0.3536، هنا 1.5115. ال 0.1 عندنا 0.0107. طيب حد كده يقول لي بسرعه كده ايه الثلاث طرق، الفورورد والفورورد والباكورد والسنتر؟ حد يماليني كده الحاجات معلش. طيب خلينا نبدا كده الاف داش عند البوينت 5 هنا. الفورورد المفروض هعمل مين ناقص مين؟ ايوه الفانكشن عند بوينت 9 اللي هي 1.5115 ماينس مين؟ بالظبط ماينس 0.3536 واقسم على الدلتا اكس اللي هي 0.4. طب حد يقول لي كده عند الفورورد، عند الباكورد سوري، عند الباكورد المفروض الاف بتاع 0.5 ماينس الاف عند ال 0.1 يعني 0.3536 ماينس 0.0107 على برضو ال 0.4. طب حد يقول لي كده السنتر هتبقى مين بقى؟ النقطة اللي بعدي ناقص النقطة اللي قبلي، مين النقطة اللي أنا واقف عندها؟ اللي هي الـ 0.5. فكده هعمل الفانكشن عند 0.9 ماينس الفانكشن عند 0.1، هقسم على كام دلتا اكس؟ على 2 دلتا اكس المرة دي، يعني هي 1.5115 وهشيل منها 0.0107 وهقسم على 2 دلتا اكس يعني 2.4. أكتب لكم الـ values من ورا. طيب دي هتطلع 2.8948، هنا دي هتطلع 0.8573، هنا 1.8760. طبعا شايفين الفاليو شكلها كلها قريبة من بعض ولا بعيدة عن بعض؟ شكلها كده مش لطيفة. ليه؟ لأن شكلها كده الدلتا اكس بتاعتنا كنا واخدين ستيب سايز، شكل الفانكشن دي في الاكس سكوير 2 تو ذا باور اكس بالستيب سايز اللي احنا واخدينه الفاليوز بتاعتها بتتغير بسرعه يعني. طيب في سؤال رقم بي بيقول لك هات لي الابسوليوت ريليتيف ترو ايرور للابروكسيميشنز كلها اللي في بارت ايه. طيب ازاي نجيب؟ خليني في الاول اتكلم عن الايرورز. حد عارف مين الترو ايرور؟ بصوا هو في نوعين من الايرورز كده، لو هنتكلم على اتنين كاتيجوريز، في ترو ايرور وفي ابروكسيميت ايرور، صح كده؟ طيب في ساعات بنحط كلمه ريليتيف، لو حطينا كلمه ريليتيف في الترو بنقسم على، يعني الترو ايرور المفروض عندنا انتوا كنتوا بتعملوه لو اي كابيتال يبقى هو الترو ايرور، صح كده؟ ده كده الترو ايرور، هي الترو ماينس الابروكسيميت، ده الترو ايرور. طيب ساعات بنقول الابسوليوت ترو ايرور، خليني اكتبها لكم حتى من غير البتاع. يعني في عندنا الترو ايرور وفي ابسوليوت ترو ايرور. مين الابسوليوت ترو ايرور؟ تمام، عشان بتهيألي السكشن اللي فات قلتها لكم غلط، فكنا احنا بناخد كده كده الابسوليوت، لا الترو ايرور بناخده بالساين بتاعه، لكن لو ابسوليوت بناخد الابسوليوت بتاع الكلام ده. طيب لو عندنا ريليتيف ابسوليوت ترو ايرور بنعمل ايه؟ تمام، بنقول عندنا هو الترو ماينس الابروكسيميت وبنقسم على الترو. طيب حد خلينا نكتب كده على طول الريليتيف ابسوليوت ابروكسيميت ايرور، حد عارف هو مين؟ ها ايوه الكرنت اللي هو لسه حاسبه اللي هو الجديد اللي انا بقوله ان هو غالبا احسن، ماينس مين؟ ماينس البريفيوس على الكرنت ولا على البريفيوس؟ بنقسم على الكرنت. طيب في السؤال ده هنا بيقول لك هو عايز يحسب مين بقى؟ عايز يحسب الابسوليوت ريليتيف ترو ايرور. طب عشان احسب الابسوليوت ريليتيف ترو ايرور محتاج احسب مين؟ الابسوليوت ريليتيف ترو ايرور، يعني انا محتاج احسب الترو فاليو. طب حد يقول لنا كده الترو فاليو عندنا، احنا
احنا عندنا مفروض ان الاف اف اكس ايكوال اكس سكوير 2 تو ذا باور اكس. طب حد كده يقول لنا الاف داش بتاعت اكس، حد عارف ازاي نعملها؟ هي دي كومبوزيت فانكشن، هنعملها ديفينيشن ازاي؟ الديريفتيف بتاع الاولاني اللي هو عندنا 2 اكس في 2 تو ذا باور اكس، حد فاكر الديريفتيف ازاي بتاع 2 تو ذا باور اكس؟ ايوه 2 تو ذا باور اكس مضروبه في مين؟ في لين 2، مظبوط كده؟ طيب لو جينا حسبنا الاف داش عند 2 سوري الاف داش عند نص اللي هو كان طالبها لنا دي، هتلاقوا الاف داش عند ال 0.5 هتلاقوه ب 1.6593. طيب حد شايف ال 1.6593 اقرب فاليو شكلها هي الفورورد ولا الباكورد ولا السنتر؟ بالخبره كده يعني بالارقام اللي انتوا شايفينها، هو ده اقرب حاجه ليه هو مين؟ تمام، طيب شكله كده اقرب حاجه للسنتر اللي هو فعلا لو جيتوا بصيتوا هناك على الاوردر هتلاقوه الاوردر بتاعه هو الدلتا اكس سكوير. طيب خلينا اقول لكم كده الايرور، خلينا نحسب وقت، خلينا نحسبهم بقى كلهم بالمره عشان مش هنحسب الايرورز بعد كده. الفورورد حد يقول لي كده ايه ريليتيف ابروكسيميت ترو ايرور؟ هنعمل مين ماينس مين على مين؟ حد يقولها لي كده بس بسرعه. 1.6593 ماينس ده صح كده اللي هو الابروكسيميت اللي هو واحد، سوري ده فورورد عندنا اللي هو الاثنين، ناقص 2.8948 نقسم على، ها هنقسم على مين بالظبط؟ هنقسم على الترو اللي هو 1.6593. لو جيتوا حسبتوا الكلام ده هيطلع لك الكلام ده، طبعا نضربه في 100 عشان بنطلعه هو ده ريليتيف، يبقى لازم نطلعه برسنتج، هيطلع لك هنا الايرور 74.46%. حد يقول لي كده بسرعه بس عشان ما نقعدش نكتب حاجات ممله يعني. الباكورد هيبقى مين ماينس مين على مين بسرعه؟ ها هي ناس فاهمه الكلام ده بزياده صح؟ انجزه. طيب الباكورد عندنا كل اللي هنعمله ان احنا هنعمل 1.6593 ماينس 0.8573 نقسم على ده، هيطلع لك هنا الايرور بتاعه الريليتيف ترو ايرور هيطلع لك 48.33%. لو جيت حسبت السنتر، سنتر برضو هعمل ده ماينس ده على ده واضرب في 100 هتلاقوا السنتر عندنا بكام؟ هتلاقوه 13.06%. فواضح جدا ان السنتر هو احسن واحد. طيب بيجي سؤال سي بقى، الحاجه اللي كنا بنتكلم فيها، سؤال سي بيقول لك استخدم الباكورد ديفرنس فورمولا وابدا من عند دلتا اكس ب 0.4، ابدا من عند الستيب سايز ب 0.4. بيقول لك اقعد خد نص الستيب سايز بتاعتك، يعني انا بادئ عند 0.4 المره اللي بعديها هاخد عند كام؟ عند 0.2 وبعد كده عند 0.1 وهكذا هتقعد. بيقول لك عند كل مره احسب لحد ما الريليتيف ابروكسيميت ايرور يوصل في حدود 4%. طيب بيكمل كده بيقول لك بعد كده في كام سيجنيفيكانت ديجيت على الاقل هيبقوا صح في الاخر. هو ده على فكره من غير ما نحل المفروض في فورمولا كنت خدتوها في الانترودكشن بيجيب الكلام ده، حد فاكرها؟ حد عارف تحسب ازاي؟ طيب خليني اكتبها كده امسح الكلام ده، احنا كنا عايزين بس الفورورد ولا الباكورد. خلينا نمسح لنا. طيب الفورمولا اللي بنقول عليها دي عندنا ان الام لاز ذان اور ايكوال مين؟ 2 ماينس لوج بيس كام؟ بيس 10 بتاعت 2 مضروبه في مين؟ ايوه لازم تاخد طبعا الابسوليوت فاليو بتاع الريليتيف ابروكسيمت لان لوج لازم ياخد رقم ايه؟ طيب او ممكن على فكره هي تكتب بيكتبوها كده ان الايرور ابروكسيمت لو انت وديتها الناحيه الثانيه واخدت الاكسبوننشال وظبطت كل الكلام ده هيطلع لك ان هو less than or equal 0.5 في 10 to the power 2 minus m ده في المية طبعا. طيب يعني ايه الكلام ده؟ خلينا نكتبها على طول كده، انا هحل السؤال بالعكس يعني هبدا في اخر جزء. اخر جزء بيقول لك ان احنا عايزين نوصل لايرور
ان الايرور ابروكسيميت يكون في حدود 4%. طيب حد يقدر يقول لنا كام سيجنيفيكانت ديجيت هيبقى عندنا لو وصلنا بالظبط لل 4%؟ ها طيب خلي بالكم من حاجه، الايرور ابروكسيميت هناخد 4% ولا 0.04؟ يعني هاخد 4 ولا 0.04 مبدئيا بالظبط، هتاخده هو ال 4. فعندك هنا هتلاقي الام هو less than or equal 2 ناقص اللوج بتاعه 2 في مين. حد عارف 2 في كام؟ 2 في 4. 2 في 4 اللي هي بكام؟ 8. ممكن تعتبر اقرب رقم هو ال 10، او من الاخر ده هيبقى كسر، يعني 2 ناقص رقم اصغر من الواحد هيطلع لك 1 بوينت حاجه، صح كده؟ يعني من الاخر كده الام هيطلع less than or equal 1 بوينت كام؟ 1 بوينت اي حاجه. هنتعامل مع رقم عامل ازاي؟ الناس فاهمه ليه وصلت الواحد بوينت حاجه؟ عشان ده رقم اصغر من الواحد، فواحد بوينت اي رقم كسر، يعني في الاخر الام عندك هو كام؟ يعني هو كده انا متوقع اوصل لكام سيجنيفيكانت ديجيت ثابت؟ واحد. هو بس اللي طلع عندنا واحد. طبعا لو انت كنت كبرت ولا صغرت ال relative true sorry relative approximate error كان الدنيا هتظبط معاك في significant digits. طبعا لو قعدت تصغره كان الدنيا هتظبط معاك ان هنا الرقم ده هيروح للصفر، فهتلاقي الام اصغر من او بتساوي رقم اكبر من الواحد، او هتبقى الاثنين، فممكن يطلب يظبط معاك في اثنين او ثلاثه significant digits. او ممكن تبص ده على طول على ده لو انت عايز تثبت كام significant digits توصل لايرور ابروكسيميت شكله عامل ازاي. طيب خلينا كده عايزين ننجز. حد بسرعه كده تعالوا نشوف التيبل كده في سؤال سي بتاع دلتا اكس مع الاف داش عند نص، ونحسب معاها الايرور ابروكسيميت. خلينا طيب عند 0.4 احنا كنا حسبناه المره اللي فاتت وطلع عندنا الاف داش، وطلع 0.8573، وكان الايرور ابروكسيميت عندنا كان 29.3%. طيب احنا عشان ناخد نص الستيب سايز يبقى الدلتا اكس عندنا هنا بكام؟ 0.2 صح؟ طب حد يقول لي كده ايه الفورمولا اللي عندنا؟ احنا بنستخدم ايه؟ احنا بنستخدم الباكورد ديفرنس. طيب دلوقتي مين النقطه اللي انا واقف عندها؟ انا بحسب كل ده الاف داش عند نص. حد يقول لي كده هنا الايكويشن بسرعه. ها الاف بتاع نص ماينس الاف عند بالظبط عند 0.3 واقسم على 0.2. طيب خليني هكتب لكم على طول الارقام ما نقعدش نحسبهم. هنا طلع 1.2140. ايوه هنا. طيب هنا حسبنا الايرور ابروكسيميت اعتبرناه، سوري هو ده الايرور ابروكسيميت هنا. احنا هنا طبعا هنا ما عندناش ايرور ابروكسيميت، قصدي ده اللي هو هنا 29.3%. ده اللي هو حسبناه ازاي؟ عملنا اللي هو الكرنت ماينس بريفيوس على الكرنت وضربناه في المية، طلع لك 29.3. هو نفسه يوصل لكام في المية؟ 4%. ما وصلناش يبقى نعمل ايه؟ ناخد نص الستيب سايز تاني. طيب هنا كنا قسمنا على 2، هنا نقسم على 2 تاني، بقى عندنا الستيب سايز 0.1. يبقى ده هو الاف بتاع نص ماينس الاف عند 0.4 ونقسم على 0.1، طلع لي الفاليو هنا ب 1.425. طيب هنعمل ده ماينس ده على ده، هيطلع لك هنا 14.81%. الايرور شايفين بيقل ولا بيزيد؟ بيقل. هكمل، هناخد هنا 0.05 بعد ما اقسم على الاثنين، هيبقى ده الاف عند نص ماينس الاف عند مين؟ 0.45 اقسم على 0.05، هنا هيطلع لك الفاليو 1.54. هتيجي تعمل ده ماينس ده على ده، هتلاقوا هنا الايرور بقى 7.47%، برضو شكل الايرور قاعد بينزل معايا. طيب هاخد كمان 0.025، ده اخر حاجه، خليني هقول لكم الفاليو على طول، طلعت 1.6. لما تعمل ده ماينس ده على ده هيطلع لك الايرور بكام؟ 3.75%. يبقى انا فعلا وقفت ولا اه
تمام كده؟ حد عنده مشكله؟ طب هو احنا عندنا هنا كام سيجنيفيكانت ديجيت اللي هم اللي متاكدين ان هم صح؟ هو كام؟ هو الواحد ده. طيب خلينا نروح لسؤال تاني. طيب سؤال 4 الحقيقه اول انتوا اللي هتحلوه بعد كده انا هكمله. سؤال 4 مديك هنا اكس كي واي كي، ابداوا بيه كده، طلعوا بس ورقه وقلم كده لان ده كده كده تتدربوا قبل الكويز. هنا مديك 1.1، بعد كده هنا مديك 2 مع 0.7، بعد كده هنا مديلك 4 مع 0.4. طيب بصوا السؤال هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك اول حاجه استخدم اللاجرانج بولينوميالز عشان تجيب الاف داش عند 2. يعني هو من الاول خالص هو ده مديك 3 نقط اعرف اجيب البولينوميال من ديجري كام؟ 2. حد كده يروح يحسب لنا بولينوميال من ديجري 2؟ حد حاسبه في البيت اوريدي ولا لا؟ فاكرين الفورمولا طيب بتاعه اللاجرانج؟ اكتبها انا على طول. خليني اكتبها على طول. حد فاكر ازاي الفورمولا بتاعه اللاجرانج؟ كنا نقعد نخبي نقطه ونحسب الباقي. طيب لو خبينا دي هنعمل ايه؟ ايوه دي هي اكس ماينس 2 مضروبه في اكس ناقص 4 مقسومه على الواحد ده ماينس 2 في 1 ماينس 4 مضروبه في مين؟ في ال 1.1 صح كده؟ طيب اجمع عليها مين؟ اكس ماينس 1 في اكس ناقص 4 على 2 ناقص 1 في 2 ناقص 4 مضروبه في 0.7 بلس مين بقى؟ x ناقص 1 x ناقص 2 مقسومه على مضروبه في 0.4. ده بولينوميال من ديجري 2 اوف x صح كده؟ اعرف منه اروح احسب f 2 داش اوف x اللي هي بالتقريب كده هي عباره عن p 2 داش اوف x. حد عنده مشكله في دي؟ طيب نصيحه ليكم بس لما تيجي تعمل اللاجرانج على الكالكوليتر ما حدش يقعد يدخل له 1 ناقص 2 1 ناقص 4. يعني احسبها انت في دماغك مش محتاج تقعد تكتبها من الاخر كده. غالبا من اول البولينوميال من ديجري 2 هتلاقي الكالكوليتر ما بيكملش، هتطلع لك المربع اللي بينور اسود ده. غالبا الدنيا هتضرب معاك من كتر ما الحاجه هتكبر. طبعا بتكمل وتدوس ايكوال بعد كده تدوس بلس بعد كده تكمل تلاقي نفسك دخلت زيرو فتقعد تعيد الحاجه تاني من الاول. اللعب ده كله لعبوه بقى. طيب هل هنا محتاجين عشان نحسب السكند اوردر دريفت محتاجين نفك ولا ممكن ما نفكش؟ ممكن ما تفكش بس هتلاقي هنا بتجيب الدريفت بتاع الاولاني في الثاني والثاني في الاولاني وتقعد تلعب اللعبه دي. هي من الاخر يعني ممكن تروح تحسب الكوفيشنز دي اللي هي 1.1 مقسومه على مين؟ على ماينس 1 في ماينس 3 في 2 براكت الدريفت بتاع الاولاني في الثاني اللي هو هتلاقيه هنا الثاني هيحصل لك عندك كام؟ اللي هو 1 وهنا هتلاقيه برده يعني عاده هيبقى الدريفت بتاع كل براكت هو 1 لان عندك الاكس كوفيشن بتاعه دايما واحد. طيب المهم ممكن تروحوا انتوا تحسبوا دي. خليني اروح على سؤال رقم دي اكتب لك الاجابه. الاجابه هنا هتطلع لك مفروض البولينوميال ده هو عايز الفيرس ولا السكند؟ عايز الفيرس. الاف داش الاف داش عند 2 باستخدام البولينوميال هيطلع لك هو 1.1. اكتب لك الفانكشن كلها. طيب انت عايز الفاليو بس على طول. الاف داش عند 2 هتطلع لك ماينس 0.3167. طيب في سؤال بي بيقول لك استخدم ايه؟ بيقول لك استخدم الباكورد ديفرنس ابروكسيميشن عشان تجيب الاف داش عند 2. استخدم مين؟ عايز الباكورد ديفرنس. طيب بالباكورد ديفرنس هنحسبها ازاي؟ مين النقطة اللي عندي؟ هي 2، مين النقطة اللي قبلها؟ طيب يعني ده بالظبط هيبقى عبارة عن ايه؟ حد يقول لي كده بسرعة القيم؟ مين الاف 2 على طول؟ 0.7 ماينس 1.1 اقسمها على 1. طيب هتلاقي الكلام ده اللي هنا طلع
طلع نيجاتيف 0.4. طيب بيجي السؤال سي بقى، السؤال اللي هو الناس بعته لي بيقول لك انهي ابروكسيميشن اكتر اكريت عن الثاني، هل باللاجرانج ولا هل بالباكورد ديفرنس؟ رايكم ايه؟ ليه اللاجرانج؟ ها هو اللاجرانج بيجيب ايه؟ بيجيب ابروكسيميشن للفانكشن كلها صح؟ طيب امال الباكورد والفورورد ديفرنس والديفايدد ديفرنس ده بيجيب سلوب ما بين كام نقطه؟ ما بين نقطتين بس. يبقى الاحسن طبعا ان انت تجيب شكل الكيرف كله بعد كده تجيب الديفرنشيشن بعد كده تحسبه عند نقطه، غير ان انت تجيب ما بين نقطتين. فطبعا دايما اللاجرانج او دايما اي انتربوليشن ميثود وتجيب وراها تعملها الديفرنشيشن هتبقى احسن من ان انت تحسب بكل الطرق اللي على اليمين عندنا دي. طيب تعالوا ناخد سؤال، عشان ناخد سؤال في السكند اوردر خلينا ناخد سؤال رقم 5. طيب في سؤال 5 مدي لك هنا برضو الاكس كي ومديك الفانكشن عند اكس كي، مدي لك الفاليوز كده هي 1.359 1.2 بعد كده 1.4 بعد كده 1.6. طيب في السؤال ده بيقول لك استخدم السنتر ديفرنس فورمولا عشان تجيب الاف داش عند 1.4 والاف دبل داش عند 1.4، عايز يجيب الفيرست اوردر والسكند اوردر ديريفيتيف. بعد كده ده سؤال ايه؟ بعد كده سؤال بي ده باستخدام السنتر. سؤال بي بيقول لك باستخدام طريقه الفورورد عايز يحسب الاف داش عند 1 والاف برضه دبل داش عند 1. حد يقول لي كده بس الفورمولاز، الاف داش عند 1.4 باستخدام السنتر المفروض هعمل ايه بالظبط؟ باخد نقطه قبلي ونقطه بعدي، مين ال 1.4 اهو، مين النقطه اللي بعدي ال 1.6، مين النقطه اللي قبلي بالظبط؟ يعني هنحسب هنا هي 2.477 ماينس 1.660 مقسوم على كام بقى اللي هو الفرق الاكسات بتاعتهم اللي هي 0.4. طب حد يقول لي كده السكند، السكند بنستخدم مين؟ استخدم هم النقط على فكره بتاعه الفيرست، بس بناخد معانا النقطه بقى دلوقتي اللي في النص. طيب هتبقى هي 2.477 ماينس 2 مضروب في مين بقى؟ في 2.028 ماينس ولا بلس؟ بلس مين؟ 1.6x مقسوم على الدلتا اكس معمول لها ايه؟ طب خلي بالكم بس في الديفرنشيشن احنا عندنا لازم الفرق ما بين النقط يكون ايه؟ يكون ثابت او يكون ستيب سايز. خلي بالكم لان ده سؤال ساعات بيجي تركه، تلاقي الجدول كده في شكلها نقط الفرق ما بينهم مش ثابت، لكن ممكن تاخد ما بينهم حاجات ثابته. فاهمين قصدي؟ يعني يجي هنا مثلا شكلين شايفين الفرق ما بين دول كام؟ 0.2. ممكن يجي يحصل لك هنا نقطه عند 1.1، هل هتستخدمها؟ ترميها ولا كانها موجوده؟ ليه؟ لان انا عايز فرق الدلتا اكس يكون فرق ايه؟ ثابت معايا. الناس فاهمه انا بتكلم في ايه؟ حد كان رافع ايديه هنا؟ تمام. طيب هنا نقسم على مين؟ مين الدلتا اكس بتاعتك اللي هي 0.2 معمول لها ايه؟ سكوير. طب هسألكوا سؤال، على فكره هو ده سؤال بتاع رقم 6 اصلا. هو الاف داش عند 1 والاف داش الدبل داش عند 1 تقدر تحسبها باي حاجه اصلا غير الفورورد؟ ليه كده بالظبط؟ لان هي اول نقطه محتاجين اكتب الفورمولاز بتاعتهم، المفروض هتاخد النقطه اللي بعدها ناقص النقطه دي تقسم على البوينت 2، والسكند اوردر ديريفت هتاخد اني نقط الواحد والواحد بوينت 2 والواحد بوينت 4 صح؟ محتاجين اكتبهم ولا خلاص؟ طيب هو الفكره بس هنا في سؤال رقم 7، هي سؤال رقم 6 سوري، انا هكتب بس الفكره بتاعته. هنا مدي لك اللي هو الكيرشو فلو اللي هو ال V equal L في ال DI by DT plus ال R مضروبه في ال I. طيب خلي بالكم بس في السؤال ده، السؤال ده هنا مديني ان ال R مديني ال value بتاعتها ومديني ال L.
طيب بعد كده هنا مدي لك جدول التي مع الاي. هنا واحد، هنا 1.01، هنا 1.02. انا مش فارق معايا الفاليوز بتاعت الاي دلوقتي، بس عشان بس اتكلم معاكم 1.04. طيب بصوا كده، هو عايز يحسب مع الاي دي، عايز يحسب الفي فاليوز. هي الفي من الواضح كده ان هي محتاجين نعمل دي اي باي مين، باي دي تي، صح كده؟ طيب هنا بيقول لك شوف احسن طرق ينفع تحسب بيها الحاجات دي. طب هو عايز يحسب الفولتج عند الخمس نقط. اول نقطه اللي هي عند الواحد دي، نحسب ازاي الفولتج عندها؟ ما عنديش غير الفورورد. طب سؤال اخر نقطه، حلو قوي، يبقى دي ما عندكش غير الفورورد، دي ما عندكش غير الباكورد. طب اللي في النص احسن حاجه هي السنتر ميثود، لانها تديك احلى ابروكسيميشن. طبعا لو هو ما قالكش استخدم لي احسن طريقه، عايز تستخدم فورورد او باكورد، في النص استخدمه. لكن طبعا احنا فاهمين ان احسن حاجه عندنا هي مين؟ السنتر. طيب ال ال مديهولك دي اي باي دي تي، تمام. الار مديهولك مين الاي ده؟ بالظبط. يعني انت هتحسب هنا بالباكورد ميثود، هتحسب الدي اي باي دي تي، الاي هو هو ده اللي هتاخده. هو هو فين في الحساب بتاعه؟ حد عنده مشكله في دي؟ متلخبطين عايزين احل واحده، حل واحده ولا الدنيا تمام؟ طيب عايزين نخش على الانتجريشن على طول ولا تاخدوا بريك دقيقتين كده؟ اخر سؤال اللي هو رقم كام؟ ابلكيشن ولا طيب السؤال الثاني في الابلكيشن. مدي لك الاي اوف تي هو الفولتج عند تايم تي. تو كيب بروبلم سيمبل يو ار اسك تو فايند ذا ابروكسيميت فاليو اوف اي تي على اي داش اوف تي عند تي ايكوال 10. طيب اول حاجه بيقول لك استخدم الفورورد ابروكسيميشن، ده ما فيهوش مشكله، صح كده؟ طيب السؤال الثاني بيقول لك استخدم الثيرد اوردر دايركت فيت بولينوميال للفولتج، فايند الفاليو بتاعت الاي تي على الاي داش اوف تي. طيب هو احنا ازاي كنا بنعمل انتربوليشن؟ قول لي كده طرق الانتربوليشن اللي تعرفهم كلهم بالمره. عندنا اللاجرانج، وعندنا ماشي السبلاين، وعندنا نيوتن، وعندنا طريقه ما حلناش عليها المره اللي فاتت بس قلت لكم عليها، اللي هي الدايركت ميثود. ايه الدايركت ميثود دي بالظبط؟ لو انت عايز بولينوميال من الدرجه الثانيه، فانت عندك ثلاثه كوفيشنتس ومحتاج تجيب ثلاث نقط وتعوض وتروح تحسب الاي والبي والسي بتوعك. هنا دي هو بيقول لك بولينوميال من الدرجه الكام؟ الدرجة الثالثة. فعندك هيبقى فيه أربعة coefficients، فأنت محتاج كم نقطة عشان تحسب؟ بالظبط. يعني هتفترض polynomial من الدرجة الثالثة، يعني أنت هتقول الـ P3 of X هو أصلا هو عبارة عن مين؟ ممكن تعملها كده، هي AX3 plus BX squared plus CX plus D، وتروح تجيب الـ A والـ B والـ C والـ D. طب كويس إنك قلت السؤال ده، عشان أنا كنت عايز أقول الهنت ده. إحنا هنا قلنا محتاجين كم نقطة؟ أربعة، علشان تحولهم سيستم أربعة في أربعة وتروح تجيب الأربعة بتوعك اللي هم الـ A والـ B والـ C والـ D ده. طيب هو هنا عايز يحسب التي عند مين؟ عند 10. بص كده هو مديك كام تي هاية؟ من أول من تي 1 لحد تي 12، مديك 12 تي هاية. مين الأربعة اللي هتختارهم؟ أقول لك الحقيقة، اختار أي أربعة. لكن لو اخترت الأربعة الأولانيين من 1 لـ4 هيجيب لك أبروكسيميشن للبولينوميال مأساوي. لو هي مش بولينوميال من ديجري كام؟ 3. لو هي مش حاجه شكلها من ديجري 3، طب احسن حاجه كنت العب فين؟ بالظبط حوالين ال 10. خد ال 10 في النص، خدها في الاول، في الاخر، انت وحظك، كل واحد هو وحظه، لان انت بتاخد النقط دي وتفيت الحته دي على بولينوميا من ديجري 3. اي نقط انت عايزها، يعني انا مثلا كنت اختار الاربعه، كنت اختار مثلا 8 9 10 11 او 9 10 11 12، اي اربع نقط بس يكونوا حوالين مين؟ حوالين ال 10. حد عنده اسئله تاني؟ السؤال الثاني في العادي ولا
العادي مش الابلكيشن. طيب كان مديك الاكس سؤال رقم بي ولا سؤال ايه؟ بي بيقول لك هنا فايند الابروكسيميشن بتاع الاف دبل داش عند 1.5 باستخدام السنترد فورمولا، مديك الدلتا اكس بنص والدلتا اكس بربع. ايه الابسوليوت ريليتيف ابروكسيميت ايرور طلع لك؟ التاني واحده طلعت بزيرو، فهتقسم على زيرو هيطلع لك ان هو انفينيت. في الحاله دي ما بنقدرش نكتب ان الايرور الابروكسيميت هو بانفينيتي طبعا، بس هو هي طلعت بزيرو، طلعت بزيرو باستخدام السنترد فورمولا. جربت طرق تانيه غير السنتر؟ لا. يبقى في الحاله دي ما بنقدرش نتكلم على الابسوليوت ريليتيف ابروكسيميت ايرور، او تقدر تكتب ان هو بانفينيت. تمام. تقدر تقول ان ان الابروكسيميت ايرور، هو سؤال الابروكسيميت ايرور ده ايرور حاجه كبيره، اكتبه ايكوال انفينيتي. هتاكد برده من الدكتور، بس هو المفروض هتكتبه انفينيتي، انت عندك ديفيجن باي زيرو. طب انا عايز الناس فايقه معايا في الانتجريشن. الانتجريشن من الحاجات التقيله شويه. تمام. انتجريشن بس. طيب حد عارف الترابيزويدال رول هو جاي من ايه؟ بدايه الانتجريشن اصلا عارفين، اول ابروكسيميشن عملوه منين؟ انا مش هقعد اتكلم بس على الطرق جايه منين، بس على الاقل بس نبص كده بسرعه على الترابيزويدال. الترابيزويدال لو انت عندك بيجيب انتجريشن ما بين الاي والبي في الاكس بتاع فانكشن مثلا عامله كده، كان الفكره كلها بيقول لك جيب احسب الفانكشن عند اي والفانكشن عند بي، وصل ما بينهم بايه؟ بايه بقى؟ بالظبط خط مستقيم كده. لو جينا وصلنا بخط بالمنظر ده، هي الانتجريشن معناها ايه؟ انا مش عايز اقعد اعيد الكلام اللي انتوا عارفينه. هي الاريا اندر الكيرف، فالاريا دي تقدر تجيبها بمين؟ طبعا لحد الفوق ده اللي هو الايرو اللي واخدينه معانا، هو عباره عن ايه؟ اريا بتاعت ايه؟ ترابيزويدال. فاكرين الاريا بتاعت الترابيزويدال اللي زي بيجيبوه؟ بتحسب ده زائد ده وتقسم على الاثنين اللي هو بيجيب مش عارف اسمها ايه، البيز اللي في النص دي، صح كده؟ تضرب في مين؟ في البي ماينس ايه اللي هو هتلاقوه هو الرول ده. طيب الرول ده هو زاد عليه حاجه، هي دي اتنينات. معلش حد فاهم هو الرول ده جاي منين؟ طبعا لو انت عندك، خليني برضو اقول لكم على حاجه، في حاجه بنسميها سيجمنت وحاجه بنسميها عدد البوينتس. حد عارف علاقه السيجمنت بعدد البوينتس؟ بص كده، لو جيت قسمت انت الاي والبي الاثنين سيجمنت، يعني جيت قسمتهم كده، هي طبعا الحل ده على فكره كل ما تقسم لسيجمنت اصغر كل ما يبقى الحل احسن. لو انت قعدت تصغر، هو فاكرين لما خدنا اصلا الانتجريشن كان هو الليميت لما الدلتا اكس بيروح لرقم صغير قوي تقعد تجمع الاريات الصغيره دي، هي ده تعريف الانتجريشن. لو كنت خدت دي كان زماني قلت هو الاريا ما بين ده وده والاريا ما بين ده وده. طيب هنا قسمت اثنين سيجمنت، ظهر عندي كام نقطه؟ بص دايما عدد النقط هي عدد السيجمنتس بلس واحد، لان عندك في نقطه في الاول وفي الاخر وفي نقط في النص. طب لو حسبنا الاريا بتاع ده هنحسبه ازاي؟ حد يقول لي كده بسرعه. ده زائد ده على الاثنين، صح؟ في الفرق ما بين مين؟ ده والنقطه اللي في النص دي، خليها نسميها A بلس B على الاثنين مثلا. طيب بعدين الاريا بتاع ده، ده ماينس ده ولا بلس ده؟ بلس ده، نقسم على الاثنين صح؟ نضرب في الفرق ما بين ده. طيب يبقى من الاخر ده حسبته كم مره وده حسبته كم مره واللي في النص حسبته كم مره؟ بالظبط. هتلاقوا هنا الرول بتاع الترابيزويدال عندك اول نقطه واخر نقطه اللي هم لو عند اكس نوت بتساوي ايه والاكس ان هي بتساوي بي، دول مجموعين مره واحده. لكن كل النقط اللي في النص بتجمعها كم مره؟ بتجمعها مرتين. طيب مين الاتش ده؟ هو الستيب سايز، هو لما بتيجي تقول لو انا عايز اقسم الحاجه 2 سيجمنت بعمل البي ماينس ايه واقسمها على عدد السيجمنت، لو عايز اقسمها على الاثنين فدي هتطلع لي مين؟ اللي هي المسافه دي. فمين هي مين الاتش دي؟ طيب هي الاتش، خليها في النيوميريكال دايما هم بيسموها الستيب سايز، انا كتبتها مره واحده.
طيب حد عارف هو ده مين؟ ده استيميشن للترو ايرور. خلي بالكم الترمات دي مهمه جدا 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 جدا، لان بيجي عليها اسئله برضو. في ناس بعتت لي بتقول لي مش مكتوب لي عدد السيجمنتس اللي انا اقسمهم في السؤال بتاع الانتجريشن، استخدم اني عدد سيجمنتس؟ هرد عليكم. في اسئله ساعات بيقول لك هو الاول انت طلع عدد السيجمنتس لاكيوريسي معين بعد كده احسب لي الحاجه دي. طيب بصوا كده، هو ده استيميشن للترو ايرور، بيحسبه عن طريق السكند اوردر ديريفيتيف. هو ده استيميشن، يعني ما اعرفش هو الايرور ده هو في حدود الرقم ده. هو احنا لو عندنا حاجه ابروكسيميشن وانا عارف الترو ايرور، مش اقدر اجيب الترو فاليو في الاخر؟ حد يقول لي طب ما انا احسب الابروكسيميشن واجمع عليها الايرور يبقى انا زي الفل كده. انا ما اعرفش الايرور ده بالبلس ولا بالماينس وهو في الرينج ده، فاهمين؟ ما لو عندي حاجه بالتقريب وعارف الغلط بتاعي اجمع الغلط على الصح ويبقى هي دي الاجابه الصح الاكيد. ده دايما هو استيميشن. طيب استيميشن عند مين؟ عند نقطه الايتا دي، هي بيقول لك هي نقطه جوه الانتجريشن بتاعك، هي نقطه ما بين مين ومين؟ ما بين الاي والبي. هنشوف دي ازاي بنحسبها وايه الاسئله اللي بتيجي عليها. طيب السيمسون دوت، مش عارف الدكتور قالت لكم ولا لا، هو ده سيمسون بيسموه 1 على 3 لان في سيمسون تاني بيسموه 2 على 3. طيب السيمسون اللي الدكتور قالت لكم ده هو لازم الان عندنا يكون عامل ازاي؟ خلينا نتفق كده بس، هو الان ده عدد النقط ولا عدد السيجمنتس؟ عدد السيجمنتس صح كده؟ حتى لو لاحظتوا هنا في الرول بتاع الترابيزويدال مستخدمين كام نقط؟ هتلاقونا مستخدمين n بلس 1 نقط، لان عندنا نقطه اكس نوت وعندنا نقطه اكس ان، طبعا دول n بلس 1 بوينت. طيب السيمسون عندنا بنقسم هنا الاتش على الثلاثه، مين الاتش ده؟ هو برده البي ماينس اي على الان. حد هنا زعل قال لي انت الاي الثانيه اكتبها لنا باثنين مش بواحد زي ما انت كنت كاتبها. حد يعرف هو ده عباره عن ايه؟ ازاي في 2 سيجما؟ ازاي في 2 سبميشن من 1 لان ماينس 1؟ ده مين وده مين؟ ايوه، اول حاجه عندنا اللي هي اللي مضروبه في 4 دي هتلاقوها اللي هي العدد النقط الايه؟ دي كده بالنسبه لي النقط الاود. طب ودي بالنسبه لي النقط الايفن. طيب هقول لكم على حاجه سهله في السيمسون ده. السيمسون ده لو عندك الان باثنين مقسم كام سيجمنت؟ 2 سيجمنت صح؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ 2 سيجمنت ان باثنين ينفع، هيبقى عندك كام نقطه؟ 3 نقط. طيب ازاي هتعوض في ده؟ هيبقى عندك اول نقطه في 4، لا انتوا كنتوا خدتوا بين ان الان لازم فوق ال 4 صح؟ ولا اشتغلتوا بالان باثنين عادي في السيمسون؟ خلينا لو خدنا الان ب 4، الان ب 4 هتلاقي هو الاف عند اكس نوت، وهتلاقي 4 ان ب 4 يعني 5 نقط، هتلاقي الاف اكس نوت وادي الاف عند الاكس ان، هتلاقيها هي 4 2 4. لو انت متلخبط هي تنفع ولا ما تنفعش، دايما هو بيبدا ب 4 وبينتهي بكام؟ ب 4، لان دايما هتلاقي لو الان عندنا ايفن فاخر حاجه قبل اخر نقطه هتلاقيها دايما اود. فهنضرب كل الاود في 4 وهنضرب كل الايفن في 2. طبعا هنا هتلاقوا برضو ابروكسيميشن للايرور. هو واضح ان السيمسون على فكره احسن من الترابيزويدال. حد عرف منين؟ انا جبت الحاجه دي منين؟ هو الحقيقه سببين. الاتش هنا الباور بتاعها كام؟ 4. هو الاتش ده رقم صغير، لما ترفع الباور بتاعه هيكبر ولا هيصغر؟ هيصغر. فواضح كده ان الاتش عندنا ذا باور 4 احسن، وهتلاقي هنا ال 12 هنا مقسومه على 180، برضه هنا واضح ان الديفيجن احسن. هنا هتلاقوا كمان هو الايرور عندنا بيتكلم في السكند اوردر بتاع الفانكشن، لكن هنا بيتكلم على فورث اوردر. عارفين ده معناه ايه؟ لو انت عندك الفانكشن مثلا هي بولينوميال من ديجري 2، لما تيجي تعمل لها ديريفيتيف مرتين، او خلينا مثلا بولينوميال من ديجري 5، لما تعمل لها ديريفيتيف 4 مرات احسن ولا ديريفيتيف مرتين احسن؟ كل ما تعملها ديريفيتيف اكتر كل ما هتاخد عدد فانكشنز ممكن في الاخر الديريفيتيف يروح لكام؟ للزيرو. يعني كل ما تعمل ديريفيتيف اكتر كل ما هتكابتشر شويه فانكشنز من بولينوميال ديجري مختلف اكتر. طيب عندنا بعد كده الرومبرج ده. الرومبرج ده هو طريقه على فكره من حلول النيوميريكال، هنشوفها بعد كده لما هناخد طرق ثانيه. الرومبرج ممكن نقول عليه هو طرق، فيه على فكره في النيوميريكال طرق بيسموها بعد ما بيعمل بريدكشن بيعمل خطوه بيسميها ايه؟ دكتور قالت لكم عليها ولا لا؟ بيحاول يحسن الارقام اللي طلعوا له عن طريق ارقام طلعها قبل كده، تمام؟ بيسموها كوركشن ستيب. الرومبرج هو حاجه شبه الكوركشن ستيب كده، هو بيستخدم انتجريشن كان عمله قبل كده وهنحل عليه طريقه. طيب ركزوا بس في الجاوس كوادراتشر دي عشان انا قصدت اعمل لكم ده.
الجاوس كوادراتير كلها هو بيقرب الابروكسيميشن بتاع الفانكشن انتجريشن بتاع اف اوف اكس من ماينس 1 ل 1 بيقربوا ان الانتجريشن ده هو عباره عن ايه. بصوا كده هو سي 1 اف اكس 1 بلس سي 2 اف اكس 2 او هو عباره عن سي 1 اف اكس 1 بلس سي 2 اف اكس 2 بلس سي 3 اف اكس 3 وفي برده الفور بوينتس. يعني ايه هو بيقرب في الاخر الانتجريشن هو عباره عن كوفيشنت مضروبه في فانكشن عند فاليوز معينه. طيب هو من الاخر هيديك السهات وهيديك الاكسات بس خلي بالك انت عندك لو الانتجريشن من ال بي لازم تحوله لمين ومين لازم تحوله لماينس 1 ل 1 ماينس 1 ل 1 هي دي تقريبا انتوا المفروض عارفينها صح عارفين دي جايه منين. طيب هي دي في الاخر ان هي انت بتقول الاكس من ال بي عايزها تبدا من 1 هي في الاخر الابروكسيميشن ده في الاخر لو جيت عوضت عند الاكس بايه والاكس عند بي هيرجع لك هو الماينس 1 وال1. طيب خلينا نبدا كده نحل في الاسئله ونبدا نشوف طرق اللي هنحل بيها. اتفضل. بصوا انا في اول الترم خالص سالت الدكتور قالت لي باي ديفولت القوانين كلها تحفظها ما عدا لما تقول لك هدي لك الحاجه اللي انا متاكد منه الجوس اللي في الاخر ده اكيد مش هتحفظ ولا السيهات ولا الاكسات. ما اعرفش الدكتور قالت لكم ولا لا تحفظوا بتاعه ال2 بوينتس يبقى غالبا مش هجيب لك اكتر من ال2 بوينتس. يعني غالبا اللي انا كاتبها ال3 بوينتس دي ملهاش لازمه وفي طريقه اسمها ال100 بوينت دي اللي هي 1 بوينت دي كده كده هتحفظها لكن باي ديفولت هتحفظ كله. تمام هو حفظهم سهل في الانتجريشن يعني مفيش حاجه لغايه دلوقتي صعبه قوي غير الرومبرج والرومبرج كده كده هوريك طريقه كده نحسبها بيها على طول. بوينت 1 بتاعت 1 على 1 زائد اكس دي اكس. طيب هو عايزك تستخدمها تحسبها بالترابيزويدال بالسيمسون بالميد بوينت ب2 بوينت جاوس كوادراتشر وفي كل مره تحسب له الترو ايرور الترو ايرور والريليتيف ترو ايرور. طيب حد يقول لي كده مبدئيا كده الترابيزويدال محتاجين نحسب مين؟ هو السؤال ده اصلا من بابه كده مش مديك عدد السيجمنت صح كده؟ لما ما يديكش عدد السيجمنت احسب السيجمنتس بكام؟ 2 واخلص يعني باي ديفولت تستخدم الان ب 2 بس هو كده كده في الاسئله غالبا هيديك بعد كده عدد السيجمنتس. طيب لو انا عايز احسب بالترابيزويدال عندي سوري هنحسب الان بواحد يعني هيبقى عندنا ال 2 بوينتس بس هنعتبر ان ما عندناش طبعا في الترابيزويدال ممكن نحسبها هنقول ان احنا عندنا الاتش ايكوال البي ماينس اي على الان فعندنا البي هو 0.1 ماينس 0 يقسمها على 1 يعني هو في الاخر الستيب سايز هو البوينت 1 ده اللي هو يعني كاني بحسب حاجه محسوبه اوريدي. طيب حد يقول لي كده الرول بتاع الترابيزويدال لو انا عندي الان بواحد هي عباره عن اتش على الاثنين مضروب في مين؟ ها مين 0.1 ماينس 0 ده اللي هو مين اللي هو الاتش ده انت هنا بتقول لي عايزين نروح نحسب الاف عند بوينت 1 وعايزين نحسب الاف عند مين كمان عند زيرو صح كده. طيب الاف عند زيرو هو 1 على 1 زائد 0 وده هو 1 على 1 زائد 0.1. الناس عارفه في الكالكوليتر طريقه التيبل عارفين طريقه التيبل لو الناس معاها الكالكوليتر كده باين بتدوس شيفت بتدوس على المود بعد كده هتلاقي غالبا 7 تقريبا صح الناس شافت حاجه اسمها تيبل كده في الكالكوليتر. طيب دوس عليها ايكوال هتلاقي كتاب لك كده اف اوف اكس صح الناس تدخله كده تعمل ال تعمل اللي هو حاجتين هنقسمهم على بعض تعمل 1 على 1 بلس اكس بعد كده تدوس ايكوال الناس كتبتها 1 على 1 زائد اكس تمام طلع لك ايه بعد كده ستارت الستارت هو اللي تحت ده اللي هو مين اللي هو الزيرو هتبدا الستارت هو الزيرو والاند عندك هو مين اللي هو 0.1. طب قال لك ايه بعد كده الستيب هتاخدها هي 0.1 اللي هو الستيب سايز اللي احنا حسبناه ده تمام طب دوسوا ايكوال
حسب لكم ايه؟ صح؟ مطلع لك عند الزيرو هنا بكام؟ بواحد. وهنا 0.9 او 9 حاجه تانية ولا خلاص؟ طيب من الاخر دي يخلوها جنبينا كده لان هنقعد نستخدمها شويه. لو انا هنا بستخدم الترابيزويدال خليني اكتبها لكم على طول. الاي هو الاتش على الاثنين يعني 0.1 على الاثنين، ما عنديش غير نقطتين فما عنديش اتنينات في النص، يبقى في الاخر هي مين زائد مين؟ هي الواحد زائد 0.909. فاهمين ليه؟ بص كده على الرول بتاع الترابيزويدال، هو الاول زائد الاخير زائد 2 في عدد النقط اللي في النص، ما عندكش نقط في النص. طب انت جاء في السؤال طالب منك عدد السيجمنت بواحد واثنين وثلاثه واربعه، هتعمل ايه في السؤال زي ده؟ هو هو التيبل اللي انت مدخله لو ال n باتنين. تعالوا نلعب اللعبه دي بسرعه. لو عندنا هنا عايزين نحسب عند n باتنين، n باتنين يبقى الاتش بتاعنا هو عباره عن مين؟ 0.1 ناقص 0 نقسم على 2 صح كده؟ هيبقى الستيب سايز بتاعنا 0.05. لو عندنا عدد السيجمنت باتنين، احنا عندنا هنا كان عدد السيجمنت بواحد، جاء في السؤال طالب منك عدد السيجمنت باتنين، نفس التيبل اللي انت عامله ده بالظبط هتكتب له ايكوال برضو اف اكس 1 على 1 زائد اكس، هتقول له البدايه من 0 والاند عند 0.1، بس دلوقتي هتقول له الستيب بكام؟ 0.05. هيطلع لك كام نقطه؟ ثلاث نقط، الاف اوف 0 والاف اوف 0.1 هي هي، هيحشر لك دلوقتي نقطه في النص اللي هي عند 0.05. لو انا عايز احسبها بالترابيزويدال هقول عندنا الاي هو مين؟ هو الاتش اللي هو 0.05 على الاثنين. من الاخر هيبقى عندك الواحد ده زي ما هو وال 0.909 هو زي ما هو، فاضل ايه هنعمل ايه؟ 2 مضروب في مين؟ بالظبط 2 في الاف عند 0.05. طيب سيبنا من ده خلاص، تالي الناس فاهماه. خلينا نخش على السيمسون بعد كده نخش على الميد بوينت. حد عارف السيمسون ازاي نحسبه؟ طيب خلينا السيمسون على فكره برضو ينفع لو الان باتنين. السيمسون ما ينفعش عنده الان بواحد، فاصغر سيمسون ينفع نشتغل عليه هو ال n equal 2 اللي احنا كنا حسبنا له ال h الحقيقه قبل كده، هو ال b minus a 0.1 ناقص 0 على ال 2 اللي هو طلع لك 0.05. المفروض هي نفس النقطه اللي انت حسبتها دي هنستخدمها في السيمسون. حد يقول لي كده الرول بتاعنا هو عباره عن ايه؟ بصوا هناك كده وملوا لي. ال i هو ال h على 3 صح؟ يعني 0.05 على 3 مضروب في مين؟ مين بقى؟ ما هي ممكن تغش على طول من الترابيزويدال اللي انت حليتيه ده، مش هو اول واحد هو الواحد واخر واحد عندك هو مين؟ 0.909 صح كده؟ اللي هو ده الاف الاولاني والاف الاخير. طب هو قال لك اضربي اربعه في مين؟ في النقط الاود واثنين في النقط الايفن. طب الان باثنين انا ما عنديش غير اول نقطه واخر نقطه ونقطه في النص، هي النقطه دي رقمها كام؟ دي اكس 0 ودي اكس 2، يبقى دي اكس 1 يبقى اضربها في مين؟ في 4. هضرب 4 في الفانكشن عند 0.05. حد عنده مشكله في دي؟ طب نخش على اللي بعدها. اللي بعدها هي طريقه اسمها الميد بوينت. خدوا بالكم لان دي في وسط السلايدز كده محشوره في النص، راح قال لك الرول ده هو اسمه الميد بوينت في نص الجاوس كوادراتشر. طيب الرول بتاع الميد بوينت هو ان الاي هو عباره عن 2 اتش في الفانكشن عند اكس نوت. شايفين الرول ده؟ ده الرول بتاع الميد بوينت هتشتغل بيه على طول كده. طيب يعني حد يقول لي كده ايه الفاليو بتاعته؟ مين الاتش هنا؟ مين الاتش؟ حد عارف؟ هي حتى من اسمها هي اسمها الميد بوينت. ميد بوينت ما بين مين ومين؟ بالظبط ما بين الزيرو وال 0.1. مين الميد بوينت دي؟ اللي هي 0.05. يعني من الاخر اكنك اخدت ال n بكام؟ باتنين بالظبط. الميد بوينت دي هتعتبر عندك ان الان باتنين، فهتلاقي الاتش عندك ب 0.05، فهتلاقي هي 2 في 0.05 تضرب في الفانكشن عند اكس نوت اللي هي الفانكشن عند كام؟ الفانكشن عند 0 اللي هي بتساوي كام؟ اللي هي بتساوي الواحد اللي احنا حسبناه قبل كده ده. لا الميد بوينت، لا الميد بوينت معلش انت مش بنحسب عند الاف بتاعت اكس نوت، احنا بنحسب عند الاكس اللي هي الميد بوينت دي.
ال 100 بوينت دي اللي احنا هنحسب عند الاف بتاعه 0.05. معلش انا اسف، هي 2 في الاتش في الفانكشن عند ال 100 بوينت دي. طيب بصوا كده، بعد كده هنا طالب مني ال 2 بوينت جاوس كوادراتيك. ايوه طيب بص كده، هي ال 100 بوينت دي انت عندك هنا نقطه A ونقطه B صح كده؟ ال A هنا كان عندك ب 0 وهنا 0.1، فهنا انت بتعتبر الستيب سايز اللي انت خدته هو 0.05، هو ده الاتش بتاعك. فهو بيقول لك هو 2 في الاتش عند النقطه دي، تمام؟ طيب ال 2 بوينت جاوس كده، حد يقول لي كده الرول بتاعه؟ هي مبدئيا كده الانتجريشن عندنا هنا من كام لكام؟ من 0 ل 0.1. طيب هو الجاوس كده لو بصيت عليه هناك، هو لازم يبقى عندك الانتجريشن. لو انا قلت الانتجريشن بتاع الاثنين بوينت يعني من ماينس 1 ل 1 بتاعت اف اوف اكس دي اكس هو ايكوال سي 1 في الاف عند اكس 1 بلس سي 2 عند الفانكشن عند اكس 2، صح كده؟ والسيات عارفينها والاكسات عارفينها، اللي هي الفاليوز اللي انتم المفروض معرفش هتبقى جيفن ولا تحفظوها دي. طيب اول حاجه محتاجين نحول الانتجريشن من 0 و 0.1 نحوله لمين؟ لماينس 1 1. ازاي نحوله؟ طيب حد يقول لي كده ازاي نحوله؟ طيب يبقى الانتجريشن عندنا اللي هو من 0 ل 0.1 بتاع 1 على 1 زائد اكس دي اكس هو ايكوال الانتجريشن من ماينس 1 ل 1 بتاع مين بقى؟ ايوه نكتبه الاول بعد كده. طيب خلينا نكتبه الاول. الانتجريشن عندك هنا هيبقى عباره عن من ماينس 1 ل 1 الاف عن بي ماينس اي. نكتب القانون ولا نحله على طول؟ طيب خلينا نحله على طول. عندنا البي ماينس اي على الاثنين، مين البي ماينس اي على الاثنين ده؟ بي ماينس اي على الاثنين اللي هو كنا عندنا اثنين سيجمنت 0.1 ناقص 0 على الاثنين اللي هي 0.05. بعدين دواء مضروب في اكس بلس مين بقى؟ زائد بي زائد ايه على الاثنين، ده زائد ده على الاثنين برضه هيطلع هو هو اللي هو هيطلع 0.05. الكلام ده نضربه بره في بي ماينس ايه على الاثنين. بي ماينس ايه على الاثنين عندنا اللي هو مين؟ اللي هو 0.05. الكلام ده دي اكس. طبعا هو ده بافتراض ان عندنا الاف اوف اكس هي 1 على 1 زائد اكس. هي بس عشان الناس تبقى فاهمه ده جاي منين، هو عندك هنا لو الاكس عندك هنا بواحد، حد عارف هنا ايه اللي هيتحسب؟ هي الفانكشن عند مين؟ عند 0.1 اكس مضروبه في 0.05 وعند الماينس 1. طيب هو الرول ده رجعوه كده في المحاضره، هو مشروح هو جه منين بتاعي صح؟ مش مشروع، خليني كده ممكن ابقى اشرحه لكم السكشن الجاي او حاجه، بس انت كده كده هتحفظها وتشتغل بيها على طول. اللي انت عندك هنا البي ماينس اي على الاثنين في الاكس بلس بي بلس اي على الاثنين، هنا البي ماينس اي على الاثنين. طيب في الاخر ده هيطلع لنا ممكن ناخد ال 0.05 ده بره الانتجريشن، ده هيطلع لنا ماينس 1 ل 1 الفانكشن دي الاف اوف اكس. طيب يبقى عندنا هنا هنحط مين؟ حد يقول لنا كده على طول؟ ده انتجريشن من ماينس 1 ل 1 اف اوف اكس دي اكس صح؟ طيب يبقى المفروض عندنا هنا هنحط ايه؟ بصوا كده بال 2 بوينتس عندنا هو ال سي 1 في اف اكس 1 بلس سي 2 اف اكس 2. ال 2 بوينتس اللي عندنا واحد هو واحد نيجاتيف 1 على روت 3 والثاني هو 1 على روت 3. هنا بيقول لك السيهات عندك بكام؟ بالوحايد دي. طيب يعني هنرجع هنا تاني، هو سي 1 في الاف اكس 1 قصدنا الاف اكس 1 دي اللي هي هتشيل هنا اف اكس 1، او خليني عشان اكتبها لكم كده بطريقه اصح يعني، هي 0.05 اكس 1 بلس 0.05 دي اول فانكشن، الثاني زائد سي 2 في الفانكشن عند 0.05 اكس 2 بلس 0.05.
طيب يعني الكلام ده هو 0.05. السي 1 عندك بكام؟ بواحد. الاكس 1 هنا كان هي نيجاتيف 1 على روت 3 صح؟ دي هي ناقص 1 على روت 3 ودي هي 1 على روت 3. يعني عايزين نحسب الفانكشن عند كام بقى؟ عند 0.05، عند نيجاتيف 0.05 على روت 3 زائد 0.05 بلس الفانكشن عند 0.05 على روت 3 بلس 0.05. الفانكشنز دي هنحسبها منين؟ يعني المفروض تحسبوا الفاليوز دي ونعوض في مين؟ في 1 على 1 زائد اكس صح كده؟ المفروض هتحسب دي وتحسب دي وهيطلع لك الفاليو. خليني اكتب لكم القيمه كده بعد ما تحسبوها. هي دي ايكوال 0.05. دي عندك هنا الاف عند 0.0211 والفانكشن الثانيه هي الفانكشن عند 0.0789. مفروض هتعمل 1 على 1 زائد الرقم ده 1 على 1 زائد الرقم ده، في الاخر الانتجريشن هنا هتطلع لكم 0.0953. الميد بوينت هنا مفروض هتطلع لكم 0.0952. الترابيزويد المفروض كانت 0.0955. الناس شايفه الارقام شكلها قريبه ولا بعيده من بعض؟ شكلها قريبه من بعض. هو اصلا تعرف تجيب الترو فاليو ولا لا؟ هي الانتجريشن بتاع الفانكشن ده هو مين؟ هي اللين بتاع 1 بلس اكس، وتعوض من ال 0.1 لل 1 هتلاقي هنا المفروض الترو فاليو بتاعت الحاجه عندك هنا هتطلع لك، ده يطلع لك لين اكس من 0 ل 0.1. المفروض الفاليو اللي هتطلع لك هنا هي 0.0953. طيب حد نعرف نحسب الترو ايرور؟ ترو ايرور عندنا هو مين؟ ده ماينس ده. عندنا لو عايزين نحسب الريليتيف هنقسمه على مين؟ هنقسمه على ده. هنا طبعا واضح ان الترو ايرور هيبقى صغير. هنا الترو ايرور بكام؟ بزيرو. ده هو نفس الرقم اللي طلع بالظبط. طيب خلينا نروح على سؤال تاني. طيب ركزوا كده في السؤال ده. السؤال ده هنا في سؤال رقم 2 بيقول لك محتاج عندنا الانتجريشن من 1 ل 3 بتاعت e to the power x sin x dx. طيب هنا بيقول لك هو محتاج كم n علشان يبقى عندك الترو ايرور؟ يقول لك at most يعني يكون less than or equal 10 to the power minus 4 باستخدام ال N سيجمنت بتاعت سيمسون. والسؤال ده ما فيهوش انتجريشن، ده فيه شويه رياضه كده هنعملها في السريع يعني. طيب هسالكم بس سؤال، هو طريقه سيمسون اللي انتوا خدتوها لازم ال N يكون عامل ازاي؟ ايفن، يبقى اي N هيطلع لك في الاخر لازم تكتب له ايه؟ لو طلع لك اود لازم تزود عليه واحد او تنقص واحد على حسب هي less than ولا اكبر منه. طيب خلينا نبدا كده. حد كده يقول لي هي عندنا هو الترو ايرور كان كاتبه لنا هو عباره عن ايه؟ هتلاقوا هنا هو ايكوال الابسولوت فاليو بتاع بي ماينس اي مقسوم على 180 في الاتش ذا باور 4 في الرابع ديريفتيف عند الايتا. الايتا دي قلنا هي فاليو ما بين مين ومين؟ الايتا دي فاليو ما بين كام وكام؟ 1 3. الناس تركز كده في السؤال ده والسؤال ده وناخد سؤال تاني وخلاص. طيب هو ده انا عايزه يكون اصغر من او بيساوي كام؟ 10 to the power minus 4. البي ماينس اي، البي عندي والاي عندي صح كده؟ طب الاتش هي بي ماينس اي مقسومه على، يبقى من واضح من هنا الان هيبدا يظهر لك كده، يبقى الان هيظهر لك هنا في الدينومينيتور تحت. طيب مين ده؟ ده الرابع اوردر ديريفيتيف بتاع مين؟ بتاع الفانكشن. هي مين الفانكشن اللي عندنا؟
f of x عندنا هي e to the power x sin x. حد يقول لي كده الاف داش بتاعتها هي مين؟ e x cosine x plus e x sin x، صح كده؟ لو حد يقول لي الاف دبل داش negative e x sin x، المفروض هتروح مع الثانية، ولا خلينا نعملهم واحدة واحدة. plus e x cosine x plus e x sin x plus e x cosine x. في حاجة راحت مع الثانية، هتلاقوا دي راحت مع دي، دي هي 2 e x cosine x. مين الثيرد اوردر ديريفتيف؟ او خلينا نكتبها f 3 x، تبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى 2 e x cosine x ناقص 2 e x sin x، صح كده؟ طب حد يقول لي رابع اوردر ديريفتيف كده هو عبارة عن مين؟ ايوه 2 e x cosine x ماينس 2 e x sin x ناقص 2 e x sin x ناقص 2 e x cosine x. في حاجة راحت مع التانية؟ هنلاقي دي راحت مع دي، في الآخر ده هو negative 4 e x sin x، مظبوط كده؟ طيب خلينا نرجع تاني كده للرول ده. هو الرول ده أنا عايز إن الترو ايرور يكون أصغر من أو بيساوي كام؟ 10 to the power minus 4. طيب هي لو عندنا ال F 4 هي equal ناقص 4 E X sin X، خلينا بقى بدل ما نحطها عند X، أو خلينا نحطها الأول عند X وبعد كده نحطها عند إيتا. هي ال value دي خدوا بالكم من حاجة، إحنا عايزين نقول true error less than or equal 10 to the power minus 4. لو عندك حاجة أصغر من حاجة حقك تعمل إيه؟ اللي على الشمال ده من حقي أصغره ولا أكبره؟ ها فاكرين؟ فاكرين الألجبرا دي ولا نسيها؟ الكبير ممكن تكبره والصغير ممكن تصغره. طيب يعني ممكن أقول إن دي أصغر من أو بتساوي حاجة، ممكن أشيل مين؟ أطير مين؟ أخلص منه. هي الساين إكس، هي الساين إكس الفاليو بتاعتها من كام لكام؟ من نيجاتيف واحد لواحد، يبقى ده أكيد أصغر من أو بيساوي كام؟ ماينس 4 اي اكس، صح كده؟ طيب احنا بناخد الابسوليوت، فممكن على طول اشيل مين؟ النيجاتيف ده. طيب هي بالمنظر ده الاف 4 عند ايتا اكيد less than or equal مين؟ حد عارف؟ هي الايتا دي فاليو ما بين الواحد والتلاته، صح كده؟ طب اكبر فاليو للاكسبوننشال بتاعت الاكس من 1 ل 3 عند مين؟ عند مين؟ عند ال 3، يبقى ده اكيد اصغر من او بيساوي 4 اي 3. طب انا ايه كل اللي انا عملته ده؟ طيب تمام، يبقى كده ممكن امسك الترو ايرور ده واقول ان عندي الترو ايرور اللي هو ايكوال بي ماينس اي. ممكن نبدا نحسب الفاليوز بقى. البي ماينس اي عندنا اللي هو كام ماينس كام؟ اللي هي 2. ال b minus a اللي هي 3 minus 1 2 مقسومة على 180 في ال h. مين ال h؟ اللي هو 2 مقسوم على n to the power 4، عندنا هنا ال n دوا هيبقى power 4. ال f 4 e تدوا انا من حق اصغره اللي هو اصغر من او بيساوي 4 e 3، صح كده؟ طيب ده كله اكيد هيبقى less than or equal 10 to the power negative 4. الناس فاهم انا عملت ايه؟ انا بس عوضت كل ال values، والاف 4 دي قلت ان هي اكيد اصغر من او بتساوي 4 اي 3، جبت الابر باوند بتاعها ورميته هنا. طيب يبقى ممكن اودي الان 4 الناحيه الثانيه واحسب الفاليو دي كلها واقسم على 10 تو ذا باور نيجاتيف 4. طيب الفاليو اللي المفروض اللي هتطلع لك بعد ما تعمل كل الحاجات دي هيطلع لك ان الان اكبر من او بيساوي 19.44. يبقى هختار انهي ان؟ 20. لو كان طلع لك اكبر من 18.44 برضه كنت تاخد مين؟ ال 20. احنا بناخد دايما عدد ال n يكون العدد الايفن الاكبر من الرقم ده. الناس فاهمه احنا بنتكلم في ايه ولا لا؟ بص هو انت عايز تطلع ان الترو ايرور اصغر من ده، صح؟ طب انا عندي جبت الفورث اوردر ديريفتيف بتاعت الفانكشن عند x، مظبوط؟ طيب ده طلع لك بنيجاتيف 4 اي اكس ساين اكس. طيب انا عندي ده less than or equal ده، ده من حق اقول ان هو ايه؟ اشيله واحط ايه؟ هقول ان ده اصغر من او بيساوي رقم معين اخره كذا.
فاهم؟ يعني جيت هنا قلت ان الاف 4 اكس ده اصغر من او بيساوي 4 اي اكس، يبقى ده هحطه كده لما اجي هكتبه ان هو اصغر من او بيساوي 10 تو ذا باور ناقص 4، يبقى انا متاكد ان لو شلت ده وحطيت 4 في 3 ان هو برضو اصغر من مين. ما انا بقول ان الابر باوند بتاعه بكذا اخره بكذا، يعني ده هنا شلته وحطيت الاربعة اي تلاتة، هو ده اصغر من او بيساوي الاربعة اي تلاتة، فده من حق ان انا اقول ان هو اصغر من او بيساوي الاربعة اي تلاتة، بقول ان اخره الابر باوند بتاعه هو كذا، فلسه ستيل اصغر من او بيساوي 10 to the power negative 4. حسبت كل الترمات اللي على الشمال وفضل لك الان، وديت ده الناحية التانية وديت هنا قسم، طبعا الفاليو دي كده كده هتحسب لها الابسولوت حتى لو طلعت نيجاتيف، عشان ما ينفعش الان يطلع بنيجاتيف يطلع لك اكبر من او بيساوي رقم فراكشن، تقربوا الاقرب رقم انتجر، وفي حاله السيمسون هتاخد ان الان ده يكون ايه؟ ايفن نمبر وسيجما. طيب بص، هي الفكره ان احنا عندك هنا الفاليوز ما بين الواحد والثلاثه، الباي على الاثنين اللي هي بكام؟ تمام. بص هي دي من الاخر، ان عندك ان الفانكشن بتاعتك اللي هي اي اكس ساين اكس هي الماكسيمم فاليو بتاعت الساين عند كام؟ عند الباي على الاثنين، بس الاي اكس مش ماكسيمم عند دي. يعني بص من الاخر، ما انت بتقول لي ان اكبر فاليو للساين هي واحد، صح كده؟ طب هي الاي اكس اكبر فاليو ليها هي الاي باور 3، ما ممكن بعد الباي على الاثنين يكون عندي اي تو ذا باور 2.5 مضروبه في ساين 2.5 تكون اكبر من e to the power pi على الاثنين في ساين pi على الاثنين، فاهم؟ ما هي بالظبط. فانا من الاخر كده لما يبقى عندك f of x و g of x وانا عايز اقول ان هم اصغر من او بيساوي حاجه، كنت بتعمل ايه؟ ما ممكن تكون تقول ان ده اصغر من او بيساوي الماكسيمم بتاع ال f of x مضروب في الماكسيمم بتاع g of x، من حقك تلعب اللعبه دي. يعني بص انا مش بدور على الاكس اللي هتماكسمايز الفاليو، انا بقول ان الفانكشن دي اخرهم، الفانكشن دي اللي هي اي اكس ساين اكس اخر الفاليو بتاعها اللي هو ممكن يكون مش موجود هي اي تو ذا باور 3، فاهم ليه؟ ان اكبر فاليو للاكس من 1 ل 3 هو الاي 3، واكبر فاليو للساين هي الواحد. لا، وحقيقه حتى لو الفاليو دي مش في الانتجرال ممكن بغض النظر تقول الرقم ده. بص من الاخر كده هقول لك على حاجه، هي حاجه اصغر من او بتساوي اي 3، او خليني اقول لك اصغر من او بتساوي 0.7 في اي 3، هتتضايق لو قلت لك هي اصغر من او بتساوي 0.8 في اي 3؟ لو شلتها خليتها 0.9، شلتها خليتها 1، كل الحاجات دي انت بتجيب الابر باوند، الابر باوند مش لازم تجيبه حاجه بالظبط، فاهم قصدي؟ طبعا اللي انا بكلمك فيه ده في الاخر هيفرق ممكن في بعد الدوت، يعني انا بشيل واحط رقم منطقي، مش بشيل واحط، يعني ما شلتش 0.7 اي 3 وحطيتها لك اي تو ذا باور 1000، دي ساعتها طبعا الان هيروح معاك في حته تاني خالص، تمام؟ ده في الاخر هي حاجه ابروكسيميت، احنا كلها ابروكسيميشن، ما بنجيبش حاجه اكزاكت بالظبط. جيب الماكسيمم بتاع كل واحده، اقعد قول ليس ذان اور ايكوال، واقعد ماكسمايز كل واحده لوحدها. انفينيتي. طبعا لو جالك هنا في سؤال كويس، هنا بيقول لك لو كان في الفانكشن عندك 10 اكس، هي 10 اكس الماكسيمم بتاعها بكام؟ بانفينيتي عند الباي على الاثنين، هعمل ايه؟ هتبص على الانترفال بقى ساعتها، مضطر تبص على الانترفال من كام لكام؟ لو هظهر لك الحاجه اللي هي هتوديك للانفينيتي دي ما اعرفش، بس ما اظنش ان في سؤال هيجي لك كده، يعني غالبا هبنقي اي فاليو كبير، اي فاليو كبير في الرينج. لا ما بنعملش كده، انت بتخلصي من الفانكشن بتاعت الساين اكس، بتقولي ان الفانكشن بتاعت الساين اكس اخرها بواحد، شيليها حطيها بواحد. مش بصي، احنا مش بندور على الاكس اللي هتماكسمايز الفانكشن دي كلها، احنا بنقول ان الفانكشن دي كلها اكيد اصغر من او بتساوي حاجه، الحاجه دي عند مين؟ عند كل واحده تشيليها وتحطي رقم، فاهمه؟ تاني ما هو اللي هو كان بيقوله لي، ما بيقول لي ان الباي على الاثنين، باي على الاثنين اللي هي 3.14 على الاثنين هي 1.7 حاجه مثلا، ولا
هي فاليو ما بين دي ودي، فكان بيقول لي حط لي اي تو ذا باور الرقم اللي هو الباي على الاثنين وخلاص، يبقى دي اصغر من او بتساوي اي باي على الاثنين، صح؟ يعني هي اي فاليو هتحطيها صح، بس هي الفكره في ايه؟ انت ممكن تحطي لي هي اي اصغر من او بتساوي باي على الاثنين، صح؟ في الانترفال من واحد لكام؟ طيب حد ممكن على فكره يجي يجرب فاليو قرب الثلاثه تلاقيها ان هي اكبر من اي تو ذا باور باي على 2، يبقى انت حاطه ده غلط، يبقى ده مش الابر باوند. ايوه ما هي تبقى الاي ابر او بس يعني تبقى الاثنين مضروبين في بعض يبقوا ايه؟ ممكن يكونوا اصغر من الاخر، بس ممكن يكونوا اكبر. لكن ايه اللي يضمن لك؟ اللي يضمن لك ان انت تخلصي من الساين اكس وتقولي اخرها بواحد، وتيجي تقولي عند الاي اكس، الاي اكس اخرها ما بين الواحد وثلاثه هتكون اي تو ذا باور كام؟ ثلاثه. فاهمه؟ بصوا اللي انتوا عايزين توصلوا له ده حاجه اللي هي بتبقى عايزه تجيبي حاجه بنسميها الجلوبال مينيمم او الجلوبال ماكسيمم بتاع الفانكشن. ده مش سؤال جلوبال مينيمم وجلوبال ماكسيمم، عارفين ايه جلوبال مينيمم وجلوبال ماكسيمم؟ لو انت عندك فانكشن بالمنظر ده عامله كده، فانت نفسك لو انتوا اللي انتوا عايزين توصلوا له ان انتوا عايزين توصلوا لدي اكبر نقطه او توصلوا لاصغر نقطه اللي هي دي. لا السؤال مش كده، السؤال انا عايز ارسم خط في الفوق كده او خط تحت وقول ان الفانكشن دي اكيد اصغر من الخط ده. الخط ده مش شرط يكون لامس الفانكشن اللي عندك، فاهم انا بتكلم في ايه؟ بس يكون قرب اخر الفانكشن الماكسيمم بتاعك. كنت هحط بتان 3 اهو، لو هي تان 3 اكبر فاليو. طيب انا هاخد بس سؤال برومبرج. طيب خليني بس احل سؤال بالرومبرج. احنا المفروض استخدمنا الترابيزويدال واستخدمنا سيمسون واستخدمنا الجاوس، خلينا نستخدم بس سؤال كده بالرومبرج. طيب سؤال رقم 6، تعالوا نحل سؤال رقم 6 بس 6 سي بس. سؤال رقم 6 مديك انتجريشن من 1 ل 4 بتاعت اف اوف اكس، الاف اوف اكس هي اكس تو ذا باور هاف كوزاين اكس دي اكس. طيب هو طبعا في سؤال ايه بيقول لك استخدم الجاوس كوادراتشر 2 بوينت واستخدم 4 سيجمنت سيمسون رول، دول جربوا انتوا تحلوهم. في سؤال بي بيقول لك استخدم ان سيجمنت ترابيزويدال رول. اول حاجه بيقول لك حدد لي الان اللي هتجيب لك ايرور اصغر من او بيساوي 10 تو ذا باور ماينس 2، هنعمله ازاي برضه؟ المفروض هتبص على الايرور فانكشن بتاع الترابيزويدال اللي هو سكند اوردر ديريفيتيف، فهتاخد ده تعمله ديريفيتيف مرتين. طبعا لما تعمله ديريفيتيف مرتين هتلاقي الكوزاين اكس المره اللي بعديها يبقى نيجاتيف ساين، بعد كده يبقى كوزاين، برضه هنشيل الكوزاين ونحط كام؟ حط واحد. الاكس لما تعمله ديريفيتيف مرتين هيبقى كل مره بتشيل من الباور واحد وتعوض باكبر فاليو اللي هي غالبا عند كام؟ عند الاربعه، فجبنا الابر باوند بتاعت السكند اوردر ديريفيتيف. نفس الكلام هتحط البي ماينس اي، الاتش هي بي ماينس اي معمول لها سكوير نقسم على الان سكوير، اصغر من او بتساوي حاجه المفروض هتحسب الان عند الفاليو دي. طيب ده سؤال بي. خلي بالكم بقى سؤال سي، سؤال سي بيقول لك استخدم الرومبرج ووصل لاكيورسي، او هنا بيقول لك الفرق ما بين الار كي 1 ما بين الار كي 1 والار عند كي ماينس 1 و2 المفروض يكون الايرور 10 تو ذا باور ماينس 2. هقول لكم ده هو بنعمله ازاي. طيب اول حاجه في الترابيزويدال ده احنا بنحسب، سوري، في الرومبرج احنا بنحسب الانتجريشن بطريقه الترابيزويدال. يعني ايه؟ اول حاجه بتقول هحسب الاي عند واحد واحد، ده هقول لكم مين ده ومين ده. دي بنحسب عند اول اتريشن، عند اول اتريشن باستخدام الواحد ده. الواحد ده هو اقل عدد سيجمنت، اقل عدد سيجمنت في الترابيزويدال هو كام سيجمنت؟ اللي هو واحد سيجمنت. طيب واحد سيجمنت يعني هنحسب هنا هو بي ماينس ايه على الاثنين
في ال f of a plus f of b صح كده؟ مش ده ترابيزويدال؟ ترابيزويدال باستخدام سيجمنت واحد مين ال b ومين ال a؟ 4 ماينس 1 اللي هي 3 على ال 2 الفانكشن عند a اللي هي كام؟ هتلاقي هنا اللي هي 1 to the power half كوزاين 1 طبعا هنا نستخدم الواحد ده راديان ولا ديجري؟ راديان بالظبط كده هنا عندنا 4 to the power half في كوزاين 4 طيب خليني كده اقول لكم بسرعه الحاجه دي هتطلع بايه ده هيطلع لك هنا بنيجاتيف 1.1505 طيب بنحسب اي عند 1 و2 حد متوقع مين 2 ده هي دي عند اول اتريشن باستخدام ان بتساوي 1 طب ده عند اول اتريشن باستخدام ان بتساوي 2 يعني عندنا كام سيجمنت 2 سيجمنت حد يقول لي كده ايه الرول بتاعها هو هو البي ماينس اي على الاثنين صح كده ولا ساعتها يبقى هو البي ماينس اي على الاثنين ده اللي هو كان عندنا ايه ده كان عندنا هو الاتش دلوقتي الاتش عندك هو بكام بالظبط هيبقى البي ماينس اي على 2 على 2 يعني هنا المفروض هتلاقوها لو دي بي ماينس اي على الاثنين دي هتلاقوها بي ماينس اي على 4 في الاف عند ايه وكده كده عندنا الاف عند بي اللي هي في الاخر في النص عندك مين 2 عند مين بالظبط اللي هي الاي بلس بي على الاثنين اللي هي النقطه اللي في النص طيب لما تيجوا تحسبوا الفاليو دي هكتبها لكم بس كده نيجاتيف 2.4753 طيب خليها باستخدام لو انت جبت الاي 1 1 والاي 1 2 بس وعايز تجرب الرومبرج الرومبرج هو شبه شويه نيوتن ديفايدد ديفرنس ميثود بنعمل ايه بترص الانتجريشنز بتوعك كده اللي انت حسبتهم عند اول اتريشن اللي هي نيجاتيف 1.1505 وتحتها هنحط النيجاتيف 2.4753 طب هسالكم سؤال هو كده احسن ولا كده احسن لتحت كل ما تنزل تحت كل ما انت خدت عدد سيجمنتس اكبر عدد سيجمنت اكبر يبقى ابروكسيميشن احسن ولا اوحش احسن فالحقيقه الفاليو دي احسن من الفاليو دي طيب دي بقى اللي هي هي السكه بتاعت الكوركشن اللي هو بيقول لك انا ممكن عن طريق الاثنين دول احسب فاليو احسن طيب احسب فاليو احسن اللي هي بي بصوا كده هتلاقوا الرول بتاع الرومبرج هو 4 تو ذا باور كي ماينس 1 الكي دي هي مين رقم الايتريشن صح انا في الايتريشن رقم 1 فاي كي ماينس 1 جي بلس 1 ماينس الاي عند كي ماينس 1 وجي 4 تو ذا باور كي ماينس 1 ماينس 1 طب يعني في اول مره حد عارف هنعمل ايه طيب احنا هنا ده عند الايتريشن الاولى هنا عند الايتريشن رقم 2 من الاخر كده هو 4 في ده في النيجاتيف 2.4753 ناقص مين ناقص اللي فوق اللي هو نيجاتيف 1.505 مقسوم على 4 ناقص 1 لو جيت حسبت الفاليو دي الفاليو دي هتطلع لك نيجاتيف 2.91 69 طيب هو مين دلوقتي احسن اثنين عندك من الثلاثه دول عندك بتاعه الايتريشن الثانيه دي احسن فاليو صح كده طب الايتريشن الاولى مين احسن واحده اللي تحت طب الفرق ما بين دي ودي كام هتلاقوه هو 0.05 تقريبا يعني حاجه اكبر من ولا اصغر من 10 تو ذا باور ناقص 2 اكبر منها طيب اكبر منها يبقى كده لسه ما وصلتش لان انا عندي الفرق ما بين الار كي 1 والار كي ماينس 1 والاثنين يبقى 10 تو ذا باور ماينس 2 او اقل طب اعمل ايه في الحاله دي مضطر اروح احسب اي عند كام وكام 1 وكام و3 طب ساعتها هتبقى البي ماينس ايه مقسومه على حد عارف هيبقى المفروض الاتش على الاثنين الاتش بقى بي ماينس ايه على 3 يبقى هنا على 6 صح كده مفروض هنا بقى عندك الاف عند ايه وبرده الاف عند بي طالما عندي 3 سيجمنت عندي كام نقطه 4 نقط ادي النقطه وعندي كام نقطه هنا في النص نقطتين في النص لو جيت حسبت الكلام ده هتلاقوها الاي عند 1 و3 هيطلع لك
بنيجاتيف 2.7587 صح كده؟ طيب يبقى هنا كده بالشكل ده ممكن اروح ازود هنا نيجاتيف 2.7587. طب عن طريق الاثنين دول مش ممكن احسب واحده هنا؟ حد عارف دي ازاي نحسبها؟ هضرب 4 في دي ناقص دي مقسوم على 3. اكتبها لكم ولا؟ طيب الفاليو اللي هتطلع لك هنا مفروض هي نيجاتيف 2.8532. طب دلوقتي المفروض اقارن ما بين مين ومين؟ مين احسن اثنين عندي من الخمسه دول؟ من الايتريشن الاولى عندي دي صح كده؟ دايما بتبص على ايه؟ على اخر اثنين عندك. طيب ابص على دي ودي، هل الفرق ما بينهم اصغر من 10 تو ذا باور ماينس 60؟ لا. طب يبقى ممكن اكمل ستيب واروح اجيب حل عند اي بتلاتة عن طريق انهي نقطتين؟ ده وده. طيب ده وده دلوقتي بقى 4 تو ذا باور كي ماينس 1. حد فاهم هي ايه اللي بعديها؟ مين؟ بالظبط. بص كده اقول لك على حاجه سهله، هي دي 4 ناقص 1 هي كام؟ 4 ناقص 1 ب 3 مقسومه على 3، بعد كده هتلاقي 16 ناقص 1 اللي هي 15 مقسومه على 15، دايما هتلاقي 4 تو ذا باور كي ماينس 1. طيب يعني دي بعديها هتلاقي هنا 16 مضروب في اللي تحت اللي هو نيجاتيف 2 5 3 2، الكلام ده ماينس ماينس 2 9 1 6 9 مقسوم على 15. الفاليو اللي المفروض لو ما تحسبوها تطلع لك هنا بنيجاتيف 2.8489. طب الفرق ما بين ده وده بقى كام؟ حد عارف الفرق ما بين ده وده؟ طلع 0.0042. هل ده اصغر من 10 تو ذا باور ناقص 2؟ اه، ما دام اصغر يبقى هقدر استوب. هقدر استوب هقول ان احسن فاليو طلع لي هو مين؟ اللي هو الفاليو ده. وانا كده خلصت. حد عنده مشكله بس سؤال رومبرج؟ انت بص من الاول انت مش عارف تحسب كام ايتريشن، مش عارف الرومبرج هياخد كام ايتريشن، فمبدئيا بتبدا باثنين وتحسب منهم واحده وتشوف الفرق ما بين ده وده، لقيتها مش جايبه لك الفرق اللي هو 10 تو ذا باور ماينس 2 فبتروح تحسب عند الثالثه. اه قصدك ان انا احسب الفرق ده ليه حسبته؟ يعني ايه مع اللي فوق؟ ما انت معاك نقطتين بس، ازاي اجيب الثالثه؟ زي الفاينايت ديفرنت، انت عندك ثلاثة بيروحوا اثنين بيروحوا لواحد. طب لو عندك اثنين هتلاقيهم بيروحوا لواحد، ثلاثة اثنين واحد. لو كنت عايز اوصل للايتريشن الرابعة كان زماني خدت كام نقطة؟ فهمت؟ يبقى انا هنا بقعد ازود، ما انا كل مرة بتروح تزود عند اول ايتريشن حساب بحساب الترابيزويدال، كل ما تلاقي ان الفرق ما بين اخر اثنين لسه ما وصلش لمين؟ ال 10 تو ذا باور ماينس 2. نعم؟ ليه حسبت ده مع ده؟ ليه ما حسبتش ده مع اللي فوق؟ حد يقدر يقول؟ هو ده احسن من ده. انا اللي متاكد ليه ان ده احسن من ده. بص ده ارجع كده، هو ده محسوب بكام سيجمنت؟ 3 والاثنين، لكن ده محسوب بالاثنين والواحد. كل ما تمشي في ايتريشنز كل ما تبقى احسن، كل ما تنزل تحت بتاخد عدد سيجمنتس كل ما تبقى احسن، فاحنا بناخد دايما اخر واحد. طيب دي بالظبط ونبدا الكويز.